مرحبا أصدقائي، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مدرستي. هيدي حصة الرياضيات. بالحلقة السابقة تعلمنا كلمتين جديد، شو رأيكم نتذكرهم مع بعض؟ أول كلمة كانت capacity وتاني كلمة volume. بدي إياكم تطلعوا معي على هيدي الصورة. هيدي صورة أكواريوم أو حوض سمك. إذا بدنا نحكي عن الكاباسيتي يعني قديش هي كمية المي يلي بتساع بقلب الأكواريوم، قدي هي مساحة الأكواريوم، هيدي كاباسيتي. بس نحن أكيد ما منعبي مي لفوق بالأكواريوم، ما منعبي فل كاباسيتي، منعبي ثلاث ارباعه أو أقل شوي. قدي منعبي مي بقلب الأكواريوم، هيدا الفوليوم. إذا أنا بدي أحسب الفوليوم طبع المي يعني قدي المي أخدت مساحة من الأكواريوم. وكمان تعلمنا كيف منحسب أو كيف منقيس السوائل، كيف منعرف الفوليوم. قلنا أنه نستخدم الليتر والملي ليتر. إذا منطلع هو الصور في عنا هون هيدا بساعة 200 ليتر يعني 200 ليتر، أما هيدا علبة الدواء بساعة 50 ملي ليتر لأنه قنينة صغيرة، أما قنينة المي بتساع 1.5 ليتر. 1.5 يعني ليتر ونص، 1 ليتر و500 ملي ليتر لأنه نص الليتر هو 500 ملي ليتر. كمان في عنا صورة تانية منشوف فيها برفيوم في بقلبها 100 ملي ليتر، وفي عنا علبة صابون أو سوب فيها 50 ملي ليتر. كل شيء حوالينا في عنده فوليوم. نحن شفنا بهول الصور سوائل، سوائل ليكويدز إن كان حليب، عصير، مي، صابون، كل هول سوائل منقيسهم بالليتر أو بالمليليتر. بس تعرفوا إنه كل الأغراض من حوالينا، كل شيء حوالينا في عنده فوليوم. يعني أنا إذا عبيت هيدا الأكواريوم فول كاباسيتي لفوق وبعدين جيت بدي عبي فيه سمك وأحجار وفلتر وإشياء تانية، المي رح تفيض لبرا، رح تطوف. ليش؟ لأنه أنا ما عملت حساب إنه في أغراض تانية في عندها فوليوم بده يكون في عندها محل لحتى تساع فيه. فإذا أنا كرمال هيك ما بعبي فول كاباسيتي، بعمل حساب إنه في إشياء تانية أغراض بدي زيدها في عندها فوليوم. بهيدي الحلقة رح نكون عم نتعلم كيف منلاقي الفوليوم تبع أغراض يلي هي صلبة أو solid، مش بس liquid. بس قبل في عنا سؤال صغير بدنا نجاوب عليه يلي هو على اللوح. بيقول السؤال which unit يعني أي وحدة قياسية would be best to measure the capacity of a lake. أي وحدة قياسية نحن بنستخدمها إذا بدنا نقيس المي، نعرف الكاباسيتي تبع المي بقلب بحيرة. هل نستخدم ليتر أو ملي ليتر؟ نحن كنا قلنا أنه الملي ليتر نستخدمه إذا كان عندنا كمية صغيرة من السوائل، أما الليتر نستخدمه إذا كان عندنا كمية أكبر. وأكيد البحيرة هي كبيرة، حذرتوا أنه نستخدم الليتر مش الملي ليتر لحتى نلاقي الكاباسيتي تبع المي بقلب بحيرة. خليكن معنا أصدقائي لحتى نحكي أكثر عن الفوليوم of solids. I measure things around with my measuring tools. I measure things around with my measuring tools. I've got my bathroom scales that help me know how much I weigh. I can measure in kilograms, or I can measure with a kitchen scale in grams. I measure things around with my measuring tools. I measure things around with my measuring tools. I've got my ruler with all its millimeters and centimeters. I can measure the length of a square, and I can measure its perimeter. I've got my beaker with all the milliliters. I can measure the volume of the milk inside, and I can measure the volume of liquids of any kind. How much liquid I have inside? I just look at this side.
بهذه الفقرة أصدقائي رح نتعلم كيف منلاقي الفوليوم تبع الصوليدز. volume of solids يعني الفوليوم تبع الأغراض الصلبة. رح نلاقي الفوليوم تبع هو الأغراض اللي قدامي. في عنا بن، في عنا تشوك يعني طبشورة صغيرة، في عنا برغة سكرو، وفي عنا بطارية باتري. ولحتى نقدر نعرف الفوليوم أو قديش هي المساحة يلي بياخدوها هيدول الأغراض، نحن بحاجة لتيوبز. هول التيوبز بنسميهم graduated cylinders. إذا بتلاحظوا في مي بقلب التيوبز، وكل وحدة في مستوى من المي مختلف. بدنا نطلع على وحدة منهم، بدي اياكم تلاحظوا في أرقام كمان على التيوبز من 1 لـ 15 لـ 15. وإذا بتطلعوا هون مكتوب ML يعني ملي لتر، يعني الكاباسيتي تبع كل تيوب هي 15 ملي لتر. إذا أنا بدي أعبيها مي بقدر أعبي 15 ملي لتر. بأول تيوب مستوى المي على أي رقم واصل؟ واصل على 9 ملي لتر. إذا بنطلع مي على مستوى المي بأول تيوب هيدا بنشوف إنه واصل على 9 ملي لتر. طيب أنا بدي لاقي الفوليوم، رح نكتب فوليوم. رح نبلش بأول غرض يلي هو البن. شوفوا شو رح نعمل. رح أفتح أول تيوب. نحن عرفنا أنه مستوى المي هو 9 كنا عم نقرأ. بدي حط البن ونشوف قدي بيصير مستوى المي. طلعوا منيح معي، مستوى المي صار 9.5 يعني 9.5. يعني قديش علية المي من 9 لـ 9.5؟ علية نص مليمتر، مليليتر عفوا. يعني بقدر اقول انه هيدا البن هو نص مليليتر، هاف مليليتر. شفتوا قديش هو صغير، ما بياخد كتير مساحة. يعني انا بدي اعمل سبتراكشن، صارت المي 9.5 كانت 9 - 9 = half. يعني إما بحط 0.5 أو 1/2 مليليتر. اثنيناتهم نفس الشيء. إذا بستخدم 0.5 يعني نص، أو 1/2 معناتها نص. طيب تاني غرض يلي هو تشوك. لحتى أعرف الفوليوم تبع تشوك كمان بدي أطلع بالتيوب الثاني او الجراجويتد سيلندر، بدي اشوف مستوى المي. طلعوا معي على مستوى المي، لاحظتوا شو الرقم؟ 8 مليليتر. في 8 مليليتر اوف ووتر بهيدا التيوب. انا رح احط الطبشوره بقلبها ورح نشوف مع بعض قديش رح تصير المي. مستوى المي علي، لاحظوا معي على أي رقم؟ وصل على 10 مليليتر، يعني كان 8 صار 10. بعمل أنا 10 - 8 = 2 مليليتر. قديش الفوليوم تبع التشوك؟ 2 مليليتر. كمان التشوك هي صغيرة. كيف أنا بعرف؟ عم شوف مستوى المي قديش عم يعلى، وعم شوف الفرق، عم لاقي الديفرنس. كرمال هيك انا عم بعمل سبتراكشن. ثالث غرض يلي هو البرغه او السكرو. رح نكتب سكرو اللي هو اطول غرض. رح نطلع بالجراجويتد سيلندر، منلاحظ انه الووتر ليفل هي على اي رقم؟ على 8. في 8 مليليتر اوف ووتر بقلب هيدا التيوب. رح نشوف قديش المي رح تعلى لما نحط البرغة. قديش صارت؟ لاحظوا معي، صارت 9.5 مليليتر. كانت 8 وصارت 9.5 يعني 9.5 - 8. قديش عليت من 8 لل 9 في 1 مليليتر، من 9 لل 9.5
في half يعني في one and a half milliliter. يعني طلعت الطبشورة فيها فوليوم أكتر من السكرو. طيب بعد في عنا باتري آخر غرض، وهو الأغراض ما ننسى أنه هن solids يعني أشياء صلبة. مش بس نقدر نحسب الفوليوم أو نقيس الفوليوم تبع liquids سوائل، بل كمان solids. إذا بنطلع على الgraduated cylinder مستوى الماء واقف على 7 مليليتر، في 7 مليليتر بقلب هيدا الجراجويتد سلندر. رح نحط البطارية ونلاحظ انه صارت قديش؟ صارت 10.5 بين العشرة وال11. 10.5 كانت 7 وصارت 10. 10.5 يعني 10.5 minus 7. من 7 لل 8، من 8 لل 9، من 9 لل 10، من 10 لل 10.5 نص، يعني 3 milliliters and a half. هدول هن المعلومات اللي نحن أخذناهم بهيدي الفقرة، بهيدي الأكتيفيتي. كل غرض قدرنا نحسب الفوليوم تبعه، يعني قد ايه مساحة بياخذ بقلب الجراجويتد سلندر. إذا بدنا نحطهم بالترتيب، أيها أخذت أكثر شيء فوليوم؟ البطارية 3.5 مليليتر. من بعدها في عنا التشوك 2 مليليتر، من بعدها بيجي السكرو 1.5 مليليتر، وآخر شيء البن يلي هي هاف نص مليليتر. بدي إياكم تطلعوا معي على هيدا اللي معي هون، هو ميزان حرارة يعني ثرمومتر. ثرمومتر تعرفوا كيف بيشتغل؟ أنا لما بكون مريضة بكون سيك شو بعمل؟ أمي أو بيي بيعطوني ميزان الحرارة لحتى قيس فيه حرارة جسمي، وحرارة الجسم لازم تكون 37 درجة، وإذا شوي انحرينا تعلى الحرارة وبتنزل الحرارة. في أكيد فينا نستخدم الثرمومتر وأنواع أخرى من الثرمومتر تبقى أكبر لحتى نعرف الطقس. ممكن يكون عندنا ثرمومتر أكبر كمان ميزان حرارة لحتى نعرف قديش الطقس برا، إذا سقعة أو شوب. بس هذا الثرمومتر في بقلبه شيء اسمه ميركوري أو زئبق. تعرفوا على أي أساس هذا الزئبق بيطلع وبينزل؟ بحسب الفوليوم تبعه، مثل ما هلأ صار بمستوى المي. المي كانت عم تعلى عم تعلى وتنزل، مستوى المي عم تعلى وتنزل بحسب الفوليوم تبع هذا الغرض. والفوليوم تبع الميركوري أو الزئبق بيتغير بحسب الطقس، بيكبر أو بيصغر بطريقة كتير بسيطة. ولما يكون شوب ويكبر تعلى الحرارة، ولما يكون سقعة بيصغر شوي وبتنزل تنزل الحرارة. كيف منعرف؟ لأنه في سائل بقلب ميزان الحرارة، والزئبق بيساعد الفوليوم تبع الزئبق لما يتغير بيساعد مستوى المي لما تطلع وتنزل، ونحن بنقدر نتطلع ونشوف قد ايه الحرارة. كرمال هيك الفوليوم كتير مهم نحن نعرف كيف نحسبه، نستخدمه كتير بحياتنا اليومية. بعد في عنا problem solving أو مسألة حسابية رح نحلها مع بعض بنهاية حلقتنا. رح نروح مع بعض على اللوح ونقرأ هيدي المسألة. بتقول We have a shortage of water at home، يعني عنا نقص من المي بالبيت. We can use 200 liter of water per day، نحن بس فينا نستخدم 200 لتر بالنهار. بتعرفوا نحن لما نستخدم المي بتحمم فيها، نستخدمها لحتى نغسل ايدينا، نغسل وجهنا، نفرش اسنانا الصبح، نستخدم المي بكتير اشياء. بس نحن فينا نستخدم بس 200 لتر بالنهار. How much water can I use if we are 5 at home؟ نحن 5 أشخاص بالبيت، 5 people، وكلنا مع بعض ما فينا غير ما نستخدم 200 لتر. هيدي هي الكاباسيتي، الماكسيموم يلي فينا نستخدم هو 200 لتر.
والسؤال هو أنا واحد من هالخمس أشخاص قديش فيه استخدم باليوم؟ يعني أنا شو عم بعمل؟ multiplication, division, addition أو subtraction. أي mathematical operation, أي عملية حسابية أنا لازم استخدم لحتى أعرف قديش هي كمية المي يلي أنا بقدر استخدمها باليوم. نحن عم نقسم هالمئتين لتر على خمس أشخاص، يعني عم نعمل division. عم نعمل division لأنه عم نقسم 200 liters على 5 people، وكل واحد عم ياخد جزء من هال 200 liter ويستخدمه باليوم. تتذكروا كيف بنعمل division؟ نسأل حالنا هذا السؤال: 5 multiplied by what equals to 20. 5 times what equals to 25? 10, 15, 20. 5 times 4 equals to 20. نعمل subtraction ومننزل الزيرو. كمان 5 times what equals to 0? 0. كان فينا كمان نعملها بطريقة ذهنية mentally. يعني 40 plus 40 plus 40 plus 40 plus 40 بيعطينا 200 liters، يعني كل شخص بيقدر يستخدم بس 40 لتر بالنهار. يعني how much water can I use؟ I can use 40 liters of water per day، باليوم. هيك أصدقائي بنكون وصلنا على نهاية حلقتنا. ما تنسوا المفاهيم يلي تعلمناها اليوم، كملنا الدرس يلي ابتدأناه بالحلقة السابقة، كنا عم نحكي عن الكاباسيتي وعن الفوليوم. بالحلقة السابقة شفنا كيف الفوليوم يعني نستخدمه لحتى نلاقي كمية السوائل بقلب كونتينر، نستخدم الليتر والمليليتر. أما اليوم شفنا أنه الفوليوم كمان فينا نطبقه ونعرف قديش هو قديش الفوليوم تبع السوليدز أو الأغراض الصلبة. تذكروا كل شيء عملناه واكتبوه عندكم على الدفتر لحتى تراجعوهم بوقت لاحق، وأنا بشوفكم بدرس جديد بحصة جديدة. باي باي. I measure things around with my measuring tools. I measure things around with my measuring tools. I've got my bathroom scales that help me know how much I weigh. I can measure in kilograms, or I can measure with a kitchen scale in grams. I measure things around with my measuring tools. I measure things around with my measuring tools. I've got my ruler with all its millimeters and centimeters. I can measure the length of a square, and I can measure its perimeter. I've got my beaker with all the milliliters. I can measure the volume of the milk inside, and I can measure the volume of liquids of any kind. How much liquid I have inside? I just look at this side.